متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضيه الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او ام اس تي في. اولا وكيف ديما وكيف العاده كنبغيو نشكروا الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه، الناس اللي كيخليو لنا تعاليق زوينه، الناس اللي كيشجعونا والناس اللي كيدعمونا. اللي بغيت نقول لكم هي كاين واحد المقاطع ديال الفيديو صغارين تنصوبهم في القناه، هذوك المقاطع هما نبدا على القصه. اللي بغى يتفرج لها كيدخل لها القناه مباشره، تيدخل القناه تيدير قناه قضيه اليوم تيطلع ليه الحلقه كاملة. لهذا هذوك مقاطع الفيديو اللي كنديروا قصار هما فقط من أجل الإحالة على القصة الحقيقية أو القصة الكاملة. المهم متابعينا الكرام، ما نطولش عليكم وندخل معكم في سرد قصة أو جريمة اليوم. متابعينا الكرام، قضية اليوم أو قصة اليوم وقعت سنة 2004. واحد الشاب تكون في العمر ديالو داك 27 سنة. هاد الشاب هذا كيسكن بمدينة صفرو، كان ساكن هو الوالدة ديالو بعد ما توفى الاب ديالو. بقى الولد هذا تيقرا، تخرج في الاداره وتسير. هذا الولد هذا غيدفع له واحد الكونكور وغادي ينجح فيه وغادي يمشي يخدم في واحد الجامعه قرويه ضواحي مدينه سيدي قاسم. هذا الشاب هذا واخا مشى كيخدم سيدي قاسم، كل سيمانه تيجي عند الوالده ديالو كيطلع عليها لان عايشه غير بوحديتها. كيجي داك الوقيته فاش كيسالي الخدمه نهار الجمعه في العشيه تيشتران تيجي لمدينه فاس، تيطلع لصفرو تيجلس مع الوالده ديالو عاود نهار الحد في العشيه عاود تيركب كيمشي للخدمه ديالو. وهكذا بقات الايام. واحد المره جا هاد الولد هذا او هاد الشاب هذا جا يزور الام ديالو طرحت ليه واحد الفكره، قالت له ودي انت دابا راك خدمتي تبارك الله وسع عليك الله وحنا ما كاريينش وكذا وكذا، والاب ديالك مخلي لنا واحد التقاعد انا كنعيش به وانت راك خدام، علاش ما تزوجش؟ وقالها الوالده اللي عجبك بحكم انه كان كيدير الخاطر للام ديالو. قالت له ودي نشوف لك بنت خالتك فلانه، راه حتى هي قاريه ومزيانه ومشي شي وحده قبيحه وراك كتعرفها، واللي كنعرفوه خير من اللي ما كنعرفوش. الا كنتي باغي نهضر مع الاخت ديالي اللي هي خالتك نشوف ندوم عندها البنت. وقال لها الوالده ماشي مشكل، اللي يعجبك ديريه. على اين الام مشات هضرات مع الاخت ديالها، قالت له ودي الولد ديالي دابا راه سهل عليه الله وخيرنا ما يدي خيرنا وبغينا البنت ديالك. قالت لها ودي ما زيدكم غير خير، لا بغات البنت مرحبا. سولوا البنت هي كانت موافقه بحكم هي شدات الاجازه ديالها وما خدماتش بقات جالسه. قالت له ماشي مشكل، انا كندفع الا لقيت شي خدمه هي هذيك، في نفس الوقت ما عنديش مشكل نتزوج بولد خالتي. هاد الشاب هذا بعد ما رجع من الخدمه داك الليله ديال الجمعه جلس مع الوالده ديالو، قالت له ودي راني هضرت مع الاخت ديالي اللي هي خالتك، قلت لها ودي تعطينا البنت ديالك. قالت لك ودي ماشي مشكل، شاورنا البنت، قالت لك البنت راها موافقه، شنو كتقول انت؟ وقال لها صافي الوالده لا البنت موافقه وهذا حنا موافقين ما كاين حتى مشكل. على اي قالت له ودي غنشوفوا شي وقيت وغادي نمشيو عندهم للدار باش نخطبوها بشكل رسمي باش نعرفوها بان راه البنت راها مخطوبه. قال لها صافي الوالده شوفي الامور اللي كنحتاجو نمشيو نخطبو. على اين الشاب شاف البنت بانها بنت خالته، كانت واحد البنت زوينه في وجهها وكنقولوا حنا ما كانتش شي وحده خارجه الطريق، كانت كنقولوا حنا محافظه، حتى هو عجبو الحال. على اين اتفقوا بان صافي يخطبوا، وفي الصيف اللي ماجي غادي يديروا العرس بشكل رسمي باش غيروح للدار. على اين بقات الامور هكذاك، بقى هو تيمشي وكل سيمانه تيجي تيتلاقى بها وبقات العلاقه كتوطد بيناتهم مزيان. واحد الليله تواصل مع هاد الخطيبه ديالو، قال لها ودي راني غدا ندير الجمعه ان شاء الله، راه في العشيه غادي نركب من سيدي قاسم باش غادي نجي ونشوفو ان شاء الله ورصه والام بيان. قلت له صافي الله يجيبك على خير مزيان. الولد لغد ليه ناض مشى للخدمه في العشيه ساله، جا دوش هز الحويجات ديالو هز الساك ديالو قصد المحطه ديال التران قطع لمدينه فاس. ديك الليله ديال الجمعه كان شويه الامور عامره تمايا في المحطه، كان بنادم مسافر بزاف، بقى كيتسنى في المحطه. جا التران طلع بدا كيقلب على شي بلاصه فين يجلس، دخل واحد الشومبر كاين دوك الشنابر كيكون في التران في الدرجه الثانيه. بقى كيقلب تما لقى واحد البيت خاوي جالسه فيه غير واحد البنت كنقولوا حنا ايه في الجمال، جالسه في واحد البليصه لابسه حويجات نقيين، تكون داك البنت في العمر ديالها داك 25 سنه جالسه تتقلب في التليفون ديالها. واحد التليفون داك الساعات كانوا التليفونات غير عاديين، كتخبش في التليفون ديالها. واحد شويه دخل هو جلس جبد واحد الجريده بدا كيقرا هنا. واحد اللحظه البنت شافها كتشوف في داك المجله داك الجريده تشوف واحد البلاصه فيها التصاور ديال الموضه. قالت له واش ممكن الا ساليتي من داك الجريده نقرا دوك؟ قال لها مرحبا، حيد هو داك الورقه اللي فيها داك البوستيرات ديال الموضه، عطاهم ليها وبقى هو تيعمر واحد الشبكه. كاين واحد الشبكه تما ديال الميكرواسي بدا تيعمرها. واحد شويه دخل
واحد السيد تكون في العمر ديالو داك 49 سنة، ودخلت موراه امرأة تكون في العمر ديالها داك 47 سنة. دخلوا هازين واحد الشوانط، دوك الشوانط اللي هما ديال الميكا، دوك الشوانط كبارين هما ديال البلاستيك، كانوا جوج شوانط ثقالين، هزوهم دارهم في واحد البلاكارات كيكونوا في داك التران، كنقولوا حنا في الباجاج، حطوهم تما وجلسوا الهضره للتكلمه، بقاو بيناتهم غير شي تيشوف شي. داك الراجل مرة تيشوف في هاد الشاب هذا، كيشوف فيه شي شوفات اللي ما غير مطمئنه. السيد داك الشاب مسكين ما مسوقش، بدا تيشوف فيه، غير كيشوف فيه الاخر كيشوف فيه، صافي كيحنق كيبدا يعمر داك الجريده. قال تران غادي واحد شويه هاد الشاب هذا داه النعاس، حتى فيقاتو داك اللي كتكون كنقولوا حنا كتبرح في المحطه، كتقول له مدير التران وصل للبلاصه الفلانيه اللي بغى ينزل، حق التران متوجه من هنا الى هنا كذا ما كذا. السيد فاق، هاد الشاب هذا فاق، دار هكا القراسو يلا وصل لعين توجطات، اذا مازال ما وصلش لفاس. جبد عاوتاني داك الجريده، بدا كيعمر داك الشبكه اللي ما كملهاش، دار بحال هكا لقى ديك البنت اللي كانت جالسه تما ما كايناش، مشات بحالاتها، بقى جالس غير داك الراجل وداك السيده اللي معاه بين مراته، بقى كيشوف فيهم الى اخر تيشوف فيه داك الشاب تيحنى الراس ديالو. على ايين وصلوا لمدينه فاس، الراجل ناض هز داك الشنطه جبدها، واحد الشنطه كبيره جبدها ومشى. السيده اللي كانت معاه جبدت الشنطه الاخرى، هذيك الشنطه الاخرى جاتها ثقيله، هاد الشاب هذا قال لها واش نعاونك شريبه، قالت له ولدي لا بلاش، قال لها صافي ما حتى هو ما تسوقش. جبدات داك السيده داك الشنطه دارتها في الجنب ديالها وتمت غادي جراها. واحد شويه هاد الشاب هذا تابعو من اللور، داك السيد اللي هاد الشنطه الاولاني، هاد الشنطه كبيره، شاف فيها اثر ديال الدم في الجنب ديالها، بدا كيقول ياك ما ياك ماشي قاسها مع شي حاجه او شي صباغه او كذا، فاش قرب لقاه دم. هاد الشاب هذا كيقول واش نقول هاد السيد بان راه الشنطه خارج منها الدم او شي حاجه نعلمو، ولكن دور في باله، قال هاد السيد هذا شوف غير شوفات كان كيشوف فيا فاش كنت جالس حداه، فما بالو كيلا قلت له ودي هذا وناض دار فيا او الشنق عليا او ناض كيدبز معايا، شنو غندير خليه يدبر راسو. تم غادي وكيلاحظ داك مع داك السيد هز الشنطه فوق كتافو، معايا كبيره هزها فوق كتافو، كيبان منها الدم. واحد اللحظه عقل والله تنقول له شنو كاين، قال له شريف اشريف، قال له راه هذيك الشنطه اللي هز على كتافك راه خارج منها الدم. دار عنده داك السيد هو هز داك الشنطه فوق كتافو، قال له دخل سوق راسك ولا غادي يوقع لك ما وقع ليه. هاد الشاب هذا ما عرف راسو باش تبلى، بقى غير تيشوف. واحد اللحظه طلعت معه واحد البروديه، بدا كيدخل بين الناس وهرب، هرب خرج الباب ديال المحطه. في الباب ديال المحطه كاين واحد البوست ديال البوليس، مشى تيجري لتما لقى واحد البوليسي، قال له مالك، قال له واحد السيد راه داير شي جوته، يمكن راه دايره في واحد الشنطه بواحد الباليزه. قال له فين هو، قال له راه هو داك ويبان داك السيد جاي بين الناس هز داك الباليزه. البوليسي خرج بقى كيتسنى داك السيد جاي بداك الباليزه على ظهره حتى وصل عنده، قال له جي شريف لهنا. زاد عنده قال له شنو عندك في هاد الباليزه، قال له عندي شي حوايج ديالي شي غراض ديالي، قال له نزلها قال له فتحها. بقى السيد كيحاول يفتحها، واحد اللحظه هو يسمح في داك الباليزه وهرب، تبعو داك البوليسي ولكن ما لحقوش. واحد شويه ويقول داك الشاب البوليسي، قال له هيك السيده اللي معها، هيك السيده، داك السيده كانت هزه الشنطه ولكن ما بقاتش ديك الشنطه هزها، فين دارتها الله اعلم. جا البوليسي تيجري شدها من يديها ودخلها للبوست. داك البوليسي فتح داك الشنطه اللي سمح له فيها داك الراجل، شنو غادي يلقى فيها؟ غيلقى فيها نصف جثه ديال انسان. هنا غادي يعلم هاد البوليسي النيابه العامه داك الشاب شنو غادي يدير، غادي يهرب بحالاتو. بقى تما كيتسلت خرج على الباب ديال المحطه، خرج للشارع الكبير. فاش غادي يخرج للشارع الكبير شكون غادي يلقى؟ غيلقى داك البنت اللي لقاها جالسه في التران راكبه في واحد الطوموبيل وهي تضحك معاه. ديك اللحظه اللي ضحكت معاه ولفتات الانتباه ديالو، شكون جالس حداها؟ جالس حداها داك الراجل اللي سمح للشنطه للبوليسي وهرب. هاد الشاب هذا غادي يضره في باله وغادي يتاكد بان هادوك اللي كانوا معاه جالسين في داك البيت في وسط التران كلهم عصابه واحده. هاد الشاب هذا غادي يهرب ودخل بين شي زناقي ديال مدينه فاس. داك الراجل خرج من الطوموبيل وبدا تابعو تيجري موراه. هاد الشاب هرب والاخر تابعو. واحد اللحظه هاد الشاب هذا دخل لواحد الموبل، فاش دخل داك الموبل لقى كلشي مشدود، هبط لاكاف ديالو، داك لاكاف اللي كيكون فيه الطوموبيلات تحت الموبل. دخل تما واحد شويه هو يسمع الراجل تابعو داك لاكاف، بحكم ان لاكاف ما فيهش الضو، بقى الشاب مخبع مور واحد الساريه. هبط داك الراجل بدا كيقلب تما في داك لاكاب، ما بان ليه حتى شي واحد.
واحد شويه هاد الشاب هذا بنت له واحد الباب اخرى ديال داك ديال داك لاكاف ديال داك الموبل، مشى تيجري وخرج منها وهرب. هرب رجع للمحطه، رجع للمحطه، رجع عندك البوليسي قال لي فاش راني خرجت من المحطه ها شنو وقع لي، شنو وقع لي وراه شنو لقيت وها شنو لقيت وهاش كنت بعني وراني هربت ودابا راني هربت وليت رجعت عندك. داك البوليسي غادي يعيط لواحد الدائره امنيه وغيديو داك الشاب غيسمعوا ليه حول هاد القضيه هذه وكيفاش حتى اكتشف بان داك الناس هازين جثه داخل داخل داك داك لافاليز. مزيان هاد الشاب هذا مشى لداك الدائره الامنيه قال المحققين وديها شنو وقع لي شنو وقع لي وانا موظف بلاصه فلانيه دلب الوثائق ديالو وانا حق راني جاي لمدينه صفرو وراني فاش ركبت في التران شنو لقيت شنو لقيت. هنا الشاب عاد غيعرف بان بصح داك الشنطه اللي لقاو عندك السيد فيها نصف جثه ديال الانسان والنصف الاخر ما عرفوش فين كاين. هنا الشاب شنو قال لهم، قال لهم ودي داك السيده اللي كانت معها براسها كانت هزه شنطه وفاش وصلنا المحطه ديال فاس وكانت نايضه تهبط بحالتها راه هبطت مع هذاك الشنطه وها اللون ديالها كيدير وها اللون ديالها كيدير، ولكن فاش كانت جايه وشده البوليسي راه ما كانش هزه الشنطه، اذا الشنطه راه خلاتها في شي بلاصه. كانت هذه الاقوال ديال هذا الشاب هذا والاعترافات ديالو حول هذا الشيء اللي شاف كامل. هنا البوليس غادي يسمو لهذا الشاب هذا كما قلنا في المحضر الرسمي وغادي يطلقوه يمشي بحالاته. مشى بحالاته الشاب خاف على راسه قال دابا الا طلعت لصفرو غادي يتبعوني ولا يترصدوا لي ويصدقوا قاتليني، شنو غيدير الشاب؟ غيولي يقطع داك الليله في التران وغادي يرجع لمدينه سيدي قاسم. مشى لمدينه سيدي قاسم شي مده ديال شهر ما رجعش لعند عائلته، عائلته استغربات كيفاش الولد كان كيجي كل سيمانه ما بقاش تيجي. داك خطيبته تنوات قالت يمكن ما بقاش كيبغيني ولا ما بقاش عينو فيا ولا بانت له شي حاجه اخرى. السيده حتى هي دخلوها كنقولوا حنا دوك المساوس، السيد ما قال لهمش انا شنو وقع لي شنو وقع لي، بقى ساكت وبراسو مازال ما فاقش من داك الصدمه. كل نوبه كيقول يمكن يخرجوا لي هنا، يقدر يخرجوا لي هنا، بقى عايش في واحد الرعب. الشاب كما قلنا ما بقاش كيجي عند عائلته، عائلته دخلوا لها التناوي. داك خالته اللي عطيها البنت جات عند الام ديالو قالت له ودي ولدك شنو دار لنا دابا، ما بقاش تيجي كاع كيسول في البنت، ما فهمناش شنو وقع. البنت ما بقاش داك التعامل اللي كان كيتعامل معها قبل هذا المشكل هذا. الام ديالو قالت له ودي انا براسي راه ما فهمت حتى شي حاجه، انا راه الولد كان عيط له كيقول لي انا غادي نجي انا غنجي، بقى كيجرجر فيا. داك الليله راه كان جاي ما عرف شنو وقع، ما فهموش حتى هما شنو واقع. الشاب في الخدمه ديالو توسوس ولا غادي هو خايف، ما فهمش ديك الجريمه كيفاش وقعت، حتى اللي غيعطي راس الخيط ديك الجريمه كيفاش وقعت، ما فراسو حتى شي حاجه. داس واحد المده ديال شهر، هاد الشاب هذا كما قلنا كان بلي كيشري جورنال كيقراه. واحد الليله مشرى واحد الجورنال ودخل الدار بدا تيقراه، كيقرا هنا وصل داك الصفحه ديال الحوادث، وصل الصفحه ديال الحوادث بدا كيقراها واحد اللحظه تار انتباه ديالو واحد المقال مكتوب حول جريمه بمدينه فاس. هنا من التفاصيل ديال هذا المقال هذا غادي يعرف بان واحد العصابه كتكون من ثلاثه ديال الاشخاص، الزوج والزوجه ديالو والابنه ديالو، كانوا هازين جثه مقطعه ودايرينها في حقائب من بين سيدي قاسم وفاس. وحول تفاصيل ديال هذه الجريمه هذه بان داك اللي كانوا مقطعينه هو الزوج ديال داك البنت ديالهم. شكون هي داك البنت اللي كانت جالسه في التران ودخل هذا الشاب هذا عنده وقال له ودي واش ممكن نجلس حداك. وحول تفاصيل اكثر على هذه الجريمه هذه بان هذيك البنت هذاك الزوج ديالها وكان كيخونها، شنو غادي يديروا؟ غتتفق هي والام ديالها والاب ديالها وغادي يقتلوه وغادي يقطعوه وغاديروه في شوانط وغادي يهبطوه حتى لمدينه فاس ويلوحوه. هما مين جايين؟ هما اصلهم من سيدي قاسم. الشاب هو كان هارب منهم خايف لا يمشي ويقتلوه في مدينه فاس، ولكن هما اصلهم من سيدي قاسم، هبطوا لتما غادي يلوحوا داك الجثه مقطعه دايرينها في لافاليز، غيلوحوهم تما وغادي يوليو ورجعوا لسيدي قاسم. هما اصلهم من سيدي قاسم. هنا الشاب فاش سمع بان داك العصابه تشدات اللي هي مكونه من الام والابنه والزوج ديالها عاد غادي يتنفس صعداء. هنا غادي يعيط هاد الشاب للام ديالو، اتصل بها قال لها ودي انا غدا غنشدك ونجي وغادي نجي. الام تفاجات كيفاش الولد ما بقاش كيتصل بها بزاف، ما بقاش كيجي، كيفاش غدا راه جاي؟ قالت له صافي مرحبا بك ولدي. الشاب كما قلنا ناض في الصباح بدل حويجاته دوش شد تران لمدينه فاس، بحكم ان التران ما كيوصلش لصفرو كيوصل غير لمدينه فاس، شد الطاكسي
طلع لصفرو، طلع صفرو جا عند الوالده ديالو، دخل عندها سلم عليها جلس معاها. هنا الام ديالو ما جداش معها الحوار من الاول باش تعرف شنو واقع، خلاته حتى جلس وارتاح. قالت له ولدي ما تما ما درتي مع بنت خالتك، وخالتك حقا راه طالع فيها الحال. قال لها ودي جلسي وغادي نعاود لك شنو وقع. هنا غادي يعاود ليها داك القصه كامله كيفاش وقع، وغادي تعيط الام الاخت ديالها اللي هي خالته، وغتعيط للبنت ديالها. قالت لهم ودي اجيو عندي تتعشاو معنا، راه حقا راه الولد جا وكذا وكذا. وهنا غادي يعاود لهم كيفاش وقعت هذه الجريمه هذه، وكيفاش كان عايش في الرعب. قال لهم ودي انا راه ماشي ما كنتش باغي نجي، انا راه كنت عايش تحت الرعب. كل مره كنقول هنا غيخرجوا لي يقتلوني، هنا غادي يجوا عندي الاداره، كنت كنوض من النعاس في الليل، لان داك كما كنقولوا داك التخنزيرات اللي تخنزر فيه داك السيد في التران، وكيفاش دار فيه وكيفاش تبعو السيد. كنقولوا حنا ركب عليه، كاين شي وحدين كيركب عليه بوصفير بالخوف. هذا هكاك وقع ليه. قال له مودي اش وقع ليه، اش وقع لي انا راه ما كانش عندي القناة ديال الهضره كاع، وانا هادشي علاش غبت ما بقيتش كنجي، وها شنو وقع شنو وقع. وراهم حتى داك المقال اللي في الجريده. قال له مودي شنو وقع شنو وقع. هنا العائله عاد غادي تعرف شنو وقع، وغادي تصلح الامور بينه وبين خالته وبنتها، وغادي يكملوا في داك الشيء اللي كانوا متفقين عليه من الاول. من بعد غادي يعلم بان داك الجريمه هذيك، او هذوك الثلاثه اللي ارتكبوا داك الجريمه، تحكموا بالمؤبد بثلاثه بهم، البنت والام ديالها والاب ديالها بتهمه القتل العمد والتمثيل بالجثه، تحكموا بالمؤبد. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وجريمه اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه قادمه، وكيف ديما وكيف العاده كنقولوا الروح عزيزه عند الله، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.